ساعة ما كده حسيت انه باتريتسيا دي على بعد امتار منك، قولي عن الافكار اللي كانت في دماغك. قولي. صعب. هو ساعة ما شفتها انا كنت عارف ان مش هكمل، انا راجع تاني، انا بس عايز ارد لها اشيائها المهمة واعبر لها عن مشاعري وامشي. انا كنت عارف ان ده هيحصل هيحصل، لان خلاص بقى في اسره جديده وبقى في اولاد وبقى في لا انت كان في افكار اكتر من كده بكتير انا شفتها. هو بس انا هقول لك، هو انا ليه بقى كنت بصوره بكاميرات؟ علشان الاتيتيود ده، عشان هو بيبقى عنده اتيتيود الرجل الدكتور الجامعي. لما تيجي تتكلمي معاه عادي كاب بتفتح بقى وتعرفي تتكلمي معاه، لكن هو السؤال بيجاوب في حته تانية علشان هو مش عاوز يجاوب الاجابه الشعريه. يعني انت شفتي هو ده بالظبط لما اتفرجتي على الصوره منه. انا شفت حاجات كتيره جدا. يعني مش عايزه اتطوع واقولها، عايزه اسمعها منك ومن كوثر. هو كان في اكيد مشاعر يعني تأججت في وقت واحد، تفجرت كلها في وقت واحد، وضغطت على نفسي غصب عني. حسيت ان انا مش عايز المسألة بقى هتبقى بعد كده هتاخد في حاجة بقى ما قلناهاش، ان هي بعد ما احنا رجعنا روما عيطت وكلمت كوثر. كوثر ابتدت تمارس دور الحارس البوابة. عارفة حارس البوابة في نظرية الإعلام؟ حارس البوابة ده اللي يبقى يعني ايه بس لغاية هنا، هو مقتنع بكده. هي قالت لها انا ازاي اتصرفت كده، انا معرفش، انا لازم بابا يكلمني. قالت لها بابا خلاص. مين اللي قال كده؟ انت ومن ساعتها دي الافكار ما ادتهاش التليفون من الوحي اللي بيجي له بالليل. خدت تليفوناتها وما رضتش تديني تليفوناتها تاني. هتضحك بتتواصل معاها لغايه دلوقتي. مش كوثر بقى، دي ام كوثر. بس بقول لحضرتك، عايز اقول لحضرتك ان هي قالت انها عايزه تيجي مصر دلوقتي، كلمتها وكوثر رايحه لها روما بعد اسبوع او حاجه كده، عايزه تروح ترجع لها توريها تتفرجها على الفيلم. يعني في تواصل بس من ورايا. طب عايز اسالك سؤال برضو، معلش ما تاخذنيش، لما قابلت مع كامل الاحترام لام الاولاد يعني ده هي الكل في الكل، يعني انا بتكلم على مشاعر محلقه، مشاعر كده لوحدها ما بيترتبش عليها نتائج، يعني حسيت كده انه قلبك بيدق بشكل مختلف؟ بالتأكيد. حسيت انه في حاجة كده بقالك سنين ما حسيتهاش؟ سنين طويلة قوي ما حسيتهاش. طيب عايز اسأل حضرتك سؤال. بعد ما كوثر عملت اللي عملته ده، اللي هو انا في اعتقادي مش مسبوق، يعني انه يبقى التفكير ان هي تعملك حاجة مختلفة، تعملك حاجة حقيقية، تعملك حاجة ما حدش في الدنيا يعني، وانت بمسؤولياتك كأب ورب أسرة مش هتدور على حب فات، يعني مش هتعمل ده. بعد ما عملت اللي عملته ده وحولته لعمل كمان أخدت بيه درجات في مشروع تخرجها، انت شايف ان هي عملت فيك حاجة حلوة ولا لا؟ غيرت حاجة في حياتك كده ولخبطتها؟ بالتأكيد بالتأكيد غيرت. تأكيد ايه؟ غيرت حاجات كتيرة في حياتي، والرحلة دي جددت عمري وزودت عمري كمان. يعني هقول لك انها يعني ادتني عمر تاني فوق عمري. هو قالك الكلام ده قبل كده يا كوثر؟ لا بس انا عارفة. يعني انت عارفة ان نشوف باتريتسيا دي هتفرق معاك كتير. طبعا. عارفة ان فرق معايا قوي ورجع احسن من الاول. يعني لما بعد ما رجعنا القاهرة كان صحيا وذهنيا ونشاطيا احسن من الاول، يعني كان فيها الحب بيعمل حاجات كتيره طبعا، دي معروفه. يعني الحب بيعمل معجزات. جدا.